السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم مشروع صغير ديال السرابت، مشروع صغير ومربح. عندي هنايا في الطول 45، وعندي في العرض 38. يقدر تزيدوا شويه، يقدر تنقصوا شويه، ماشي مشكل. ديروا العبار اللي بغيتوا. هذا العبار جاني زوين. هذا المشروع على البنات يقدر تبداو غير ب50 درهم الا كانت عندك الماكينه في الدار. المشروع سهل، بدا غير شويه بشويه. الفصاله ديالهم سهله، هادو راه فصلتهم 4، راه فصلت الاخرين، غير بغيت نشارك معكم الفصاله ديال هادو. غنسورجيهم، صافي كملتهم، درت ليهم السورجي كاملين. غادي ندوز ان شاء الله ندير ليهم الطونطيل. الا كانت السورجي عندكم كتسهل شويه الخدمه، الا ما كانتش غديروا التنيه صغيره وغدوزوهم في الماكينه. الا بغيتوا تخليهم هكا تبيعوهم هكا بلا الطونطيل تبيعوهم، الا بغيتوا ديروا الطونطيل ديروا. عندي هنايا جوج الوان، تالت خيطو، وهادو غنشاركو معكم ان شاء الله الخياطه ديالهم. عندي الدونطيل في الابيض كيتباع بالمترو، كديروا الدونطيل اللي بغيتو واللوان اللي بغيتو. هو الشكل ديال السرابت ديالنا، درنا ليهم الطونطيل. هذا مترو ونص، خرج لينا 8 ديال السرابت، وهذا حتى هو فيه مترو ونص. الا بغيتو تخليهم هكا بلا الطونطيل كتخليهم. هاد العبار كيجي زوين، العبار ديال هادو كيجي زوين. هادو فيهم 7 مترو، خرج لينا 7، ناقصين شويه على الاخرين. اما هذا شويه غالي، ما كيصلحش تخيطوه للبيع، غالي شويه.
يمكن ليكم تبداو غير 2 متر ولا 3 متر. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، ديروا ابوني، وشكرا.